بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية مصر لعلوم التنس تحييكم. النهارده هنتكلم في الفيديو بتاعنا في تاريخ لعبة التنس في جمهورية مصر العربية. التنس في مصر أدخل التنس في جمهورية مصر العربية بالتقريب سنة 1910، يعني من بداية القرن الماضي القرن العشرين سنة 1910 تم تكوين الاتحاد المصري للتنس سنة 1925. طبعا أنتوا عارفين الاتحاد المصري الاتحاد الدولي أنشئ سنة 1913، وتعتبر مصر من اقدم الدول التي اشتركت في الاتحاد الدولي للتنس سنه 26 سنه 1926، مع العلم ان الاتحاد الدولي انشئ سنه 1913 والاتحاد المصري انشئ بالتقريب سنه 1926 بالتاكيد، يعني 25 26. وقد تولى رئاسه الاتحاد المصري للتنس كثير من الشخصيات، على سبيل المثال ميسيو فيني الفرنسي واللواء طيار عادل الشافعي. ثم بعد ذلك تطورت اللعبه واصبحت في جميع نوادي مصر، وما زالت طبعه الانجليز او بصمه الانجليز موجوده في بعض النوادي زي نادي المعادي. ما زالت ملاعب التنس مرسومه بايدي الانجليز حتى الان، موجوده مرسومه اللي انشاها الانجليز، ما زالت موجوده حتى الان بالرسمه بتاعتها. اذا الانجليز كان لهم دور كبير في دخول التنس الارضي لمصر. ونادي التوفيقية ونادي الجزيرة ونادي الصيد، كل دي هذه النوادي أصبحت بعد كده تدخل التنس الأرضي، وبعض المراكز الشباب في مصر يوجد بها ملاعب للتنس الأرضي. وشكرا.